أمي، أنا حاسة إنه هلأ أنسب وقت لنخبر حيدر بكل الحقيقة. صدقيني، موقفه تجاه غزل رح يتغير لما يعرف القصة، وكمان المشاكل اللي بيناتهم كلها رح تنتهي. أوعك تعملي هيك شي يا بنتي، ولو شو ما صار. دعاء، إذا بتعملي هيك يمكن تكوني عم تخربي زواجك بإيديكي. إذا حيدر بيعرف إنه السيد رحماني أنقذ له حياته لما كان صغير، يمكن يحاول يعرف باقي تفاصيل القصة. وما بتعرفي، يمكن هو يكتشف كل الحقيقة. شو هي الحقيقة أمي؟ ولا شي بنتي، انتي بس لازم تلاقي اي طريقة لتبعدي غزل عن حياة حيدر. يا ترى امي ليش كانت عم تحكي هالحكي؟ اكيد هي مخبية شي عم يزعجها. انتبهي، لا تتجاوزي حدودك. تعرف شو هي الحدود بالأول؟ إنك تفوت على مكتب حدا وتشق عقد الشغل. ولما تاخد شغل حدا تعب كتير ليحصل عليه. وشغلة تانية، إذا كان بدك تخلي الموظفين عندك يحترموك، لازم تجرب تحترمهم بالأول. أستاذ، السيد كان رح يجي بعد شوي، أنا قلت لك من قبل، هو حابب إنه يشتري فستان عرس مشان بنته من عندك. يلا جاي، عندي اجتماع مهم، لو هيك كنت علمتك درس ما تنسي. لهيك إذا كنتي حابة تكملي شغلك معنا، اعتذري مني بسرعة منشان ننهي القصة هلا. هذا الزلمة مو معقول، رغم كل شيء قلت له هو مصر إنه ضل عم اشتغل عنده. أنا عن جد حاسة إنه في سر مخلي هذا الزلمة يتحملني، وكأنه مجبور على هذا الشيء. أنا رح أحاول إنه خليه يكشف هذا السر. رح تعتذر ولا لا؟ لا. أوه، أنا آسفة. سألت حالي إذا بدي أعتذر، بس على ما يبدو ما بدي أعتذر للأسف. أنا مستحيل أجبر حالي إنه أعتذر منك. معناها ما فيك تروحي من هون، خليكي واقفة عندك. ماشي، إذا كنت حابب كتير إنه توقف حارس على الباب ما عندي مشكلة. اسمعني، بما أني ما غلطت معك ما في شي بيجبرني إنه أعتذر منك. إذا بدك تطلعي لازم تعتذري مني، برأيي لا تضيعي وقتك. سيد حيدر، سهل إنه تضحك على حدا وبعدها تهرب فوراً، بس في طرق لازم تتعلمها لتواجه المواقف. عن جد؟ رافي؟ بدك تنطي من هون؟ ايه منيح، العالم بيرتاح مني. تعرف انه انا ما بحب اللف والدوران ابدا. عن جد؟ ومن امتى انت هيك؟ بعمرك سألت حالك ليش المرأة تقبل انه تكون زوجة لرجال متزوج؟ لانه بيكون حبها لزوجها اكبر بكتير من اهانة انه تكون زوجة تانية. من 25 سنة ولحد هاللحظة انت ولا مرة شكيت بقراراتي، بس يلي عم بيصير هلأ. قليلي، شو صاير معك؟ عن شو عم تحكي؟ انت شو كنت عم تعمل بغرفة هينا قبل ليلتين؟ شو؟ قليلي، شو عرفي؟ الموضوع مو مثل ما عم تفكري، انت فهماني غلط. لا راحت، خلص
إذا بدك لا تقلي شي، أنا فوراً بروح لعند أخي. ما فيني أتحمل اللي عم بيصير بهالبيت هون. قلناز، ما في داعي إنك تتعبي حالك. بصراحة كانت شغلة سخيفة ولهيك أنا رحت على غرفتي. نص الليل معقول؟ اللي بصير عشان الشغلة السخيفة؟ شكلك نسيتي على الآخر إنه هينا لحد هلأ لساتها زوجتي، وأنا وياها فينا نحكي ونتشارك أسرار بعضنا. احترمي خصوصيتنا، لأنه ما حدا تاني بحق له يعرف أسرارنا أبداً. ايه فهمت، أنا هلأ ماني من العائلة مو هيك؟ أنا كمان بكون زوجتك فهمان، ومن حقي أعرف كل شي بخص زوجي فوراً. السر بخص هينا وما حدا تاني. كيف بدك يعني قلك؟ صدقيني جولناز، أنتي ما إلك دخل بهي القصة بالمرة. ماشي، فهمت كل شي. أنت ما بتوثق فيني أبداً، يعني أنت هلأ بطلت تحبني مثل الأول وما عاد بدك تخبرني شو عم بيصير. أنتي عم تكبري الموضوع. أنت عن جد ما عم تفهم راهات، كل شي أنا عم حسه هلأ. ما في إهانة للمرأة أكبر من إنه زوجها يخبي عنا أسراره، وخاصة إذا كان عم يخبي هي الأسرار عنا مع زوجته الأولى وعم يخبي عن زوجته الثانية. فهمني راهات، ما بقى اتساهل بهذا الموضوع نهائياً. أنا رح روح مع روهان ونور، رح نسافر كلنا مع بعض. هي أول مرة من لما تزوجنا أنت بتحكي معي بهي الطريقة. بدك تعرفي الحقيقة لدرجة أنك نسيتي مبادئك. زواجي الأول من هينا تدمر بسبب هذا السر، وزواجي الثاني رح يخرب لنفس السبب. بدك تعرفي الحقيقة مو هيك؟ شوفي لك. إذا وقعتي من عندك رح تأذي حالك. عم تفهمي شو عم قلك؟ أنت عم تضحك علي، لسه ما فهمت؟ ماني متعودة آخذ أوامر. مثل ما بدك. انتبهي. بدي أعرف ليش أمي عم تحاول تخلي حيدر يبعد عن غزل وما بدها إياهم يجتمعوا. أكيد في شي غلط. السر يلي صار لي سنين طويلة وأنا عم حاول خبيه هو بيكون. لا بابا، أنت شو كنت رح تعمل؟ أنا تعبت كتير لحتى أعرف شو السر اللي مخبى، وهي البنت إجت بالوقت الغلط ودمرت لي كل شي كنت عم خطط له وفكر فيه باللحظة الأخيرة. إذا كان السر مهم لهي الدرجة، معناتها خالتي جولناز ما لازم تعرف بهذا السر أبدا، لأنه إذا هي عرفت الحقيقة رح تستخدمه لحتى تأذي أمي. بابا، السر يلي انت كنت رح تحكي لي اياه، اذا كان له دخل بامي معناتها ما بصير انه نقوله لاي حدا تاني من دون اذنك.